سلام الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، هانيين، اموركم مزيانه؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن الاحوال. كما كتشوفوا جيتكم فيديو جديد وبلاصه جديده. انا في العروبيه وقلت علاش لا ما نديرش البنات العزازات ديالي، ندير لهم فلوك بارطاجي معاهم العروبيه ديالنا، نبارطاجي معاهم البلاد ديال الجداد ديالي اللي كان حماق عليها وما يمكنش يدوز العام وما نجيش ليها بزاف ديال المرات. صراحة كان ارتاح فيها بزاف بزاف. بالنسبة لهاد العروبية فهي عند جدي بات الوالدة اللي جات ما بين فاس وتازة، بعيدة على فاس ب90 كيلومتر. وكما كتشوفوا لقيتوني غادية، غادي نمشيو للعين فين كيسقيو الماء اللي سميت هاد البلاصة تفازة. وبالنسبة للسوق ديالهم فهو واحد ولاد زبير. الصراحة أنا كان حماق نجي هنايا، كان حيت ستريس ديال المدينة، ما نكذبش عليكم بحالا كندير فيديونج وغادي يفهموني الأمهات، الروتين ديال الدار، الشغالات، الوليدات، القراية ديالهم. كنولي وحدة جديدة وكنصح للناس اللي كيجيو من هي العصبي ان كل مرة يحاولوا انهم يمشيوا للطبيعة. الطبيعة فهي دواء، دواء لكل شخص، اللي كتخلي انه يتهدن، يتبدل في التصرفات ديالو، كيعاود يحيا. وهنا كنكون وصلنا العين اللي المنبع الماء ديالها من الجبل وكيكون بارد. صراحة خصنا نربي وليداتنا على الأصل ديالنا، يبغي ويبغي البلاد ديالهم. حنايا والدينا كيبغيو بلادهم بزاف، فالفضل كيرجع ليهم بالحب ديالهم بلادهم، خلونا أننا حتى حنا كنبغيوها وما يمكنش ما نجيوش ليها. وحنا بدورنا كنحبو البلاد لوليداتنا باش هكا تبقى من جيل لجيل ويجيو ليها كاملين. ونمشيو للجامع ديال الدوار او ديال المنطقة اللي ساكن فيها جدي. كما كتشوفوا معايا فهذا الشجر كامل اللي من قبيله وانا كنصور هو شجر ديال الزيتون. المنطقة معروفة بالزيت اللي عنده جودة جد عالية، ما نعاودش ليكم. الناس كياخدوه من كل بلايص، المذاق ديالو رائع ومية في المية طبيعي. ما شاء الله، منظر طبيعي، بانوراميك، جبال وسيرتو ان الماء ديال هاد المنطقه فهو ما خفيف، كيخليك تبقى تاكل بزاف. ودابا غادي نرجعو للدار وغادي نشارك معاكم ان خليت جدتي مسكينه عجنه الخبز، فغادي تشوفوا معايا الخبز كيفاش كطيبو في الفرن ديال الطين. وهذه هي المنطقة فين كاينه الدار ديال جدي كما كتشوفوا اللي زوميت عليها.
هذا هو الفرن بالنسبة لينا حنايا، فكنقولوا ليها الفرنة. لقيتوها كتشعل العواد باش كتسخن الفرنة. بالنسبة للعواد اللي كيشعلوا بها الفرنة، يا إما العواد ديال الخشب ديال الشجر، أو الغصن ديال الشجر ديال الزيتون، كيشعلوا بها باش كتسخن الفرنة. ومن بعد غادي تمسح واحد كل شيء، غادي ترد لواحد الجنب وغتمسح البلاصة فين غادي دير الخبز، وكتدخل الخبز كيجي غزال بيو. ما نعاودش ليكم صراحة، كتاكل شي حاجة اللي كتنفع بيها وكتستافد منها. وهنا كيكون الخبزات ديالنا واجدين. ومن هذا المنبر كنقول جدي ولالا شكرا لكم بزاف، الله يعطيكم الصحة والعافية وطول العمر ويخليكم لينا. وبغيت نشارك معكم البنات، بما أنني وريتكم المنطقة اللي ساكن فيها جدي وجداتي ديال الوالدة، فهنايا هذه الدار ديال جدي الله يرحمه ويوسع عليه. في هذا النهار بيت الوالد بديت لكم تصوير من وسط ديال الدار، كل بلاصة في هاد الدار صراحة. فأنا كتفكرني في جدي ولالا الله يرحمهم، والله يتبعنا موراهم مسلمين إن شاء الله. كل بلاصة هنايا كتفكرني فيه، سيرتو هو قادتي كامل بيدي. وهذه الغرفة بالنسبة للبنات، الغرفة كنقولوها البيت اللي كيكون كبير. شوفوا معايا كيفاش بسيط. هاد الغرفة اللي ما كانوش كيخطاو منها الناس، كانت ديما عامرة، ديما البهجة، ديما السرور. الصراحة من كيمشيو الأصل الركيزة الكبيرة، فكتبقى بلاصتهم كبيرة بزاف. وهاد السرجم بالذات، فانا عندي معاه ذكريات بزاف، ما كنتش كنحيد من هنا، كنبقى نجلس كنشوف الطبيعة من هاد البلاصة، وكنبقى نشوف جدي مسكين شحال من حاجة كيديرها، كيسقي الزيتون اولا كيشوف البهايم ديالو كيعطيهم الماء. فصعيب صعيب صعيب عليا انني نصور. وكل حاجة في هاد البلاصة كيما قلت لكم كتفكرني فيهم بجوج، جدي وجداتي. فغنحاول انني نصور لكم صراحة، فصعب عليا بزاف. ومن بعد وريتكم الغرفة، فانا غادي نهبط نوريكم كل منطقة او لكل بلاصة هنايا. كما كتشوفوا في هذه بحال الصالة، هنا كان بيت وحيد وكان بالتراب. هاد الشجرة اللي هو اللي دارها بيدي فيها الليمون حامض. وغادي نهبط معاكم. بالنسبة لهنا على اليسار فكاينة الرحى اللي كيطحنوا بيها الذرة، الزرع، رحى يدوية. ومن هنا غادي ندخل نشوف الدار ديال البهيم، او الدار ديال في كيكون فيها الدجاج وبيبي والعجيلات. وهنا دايرين فيها الفرنة بحال اللي وريتكم ديال الدار جدي الاخرى، فهما دايرينها هنايا في الدار ديال البهيم. شوفوا معايا بيبي تبارك الله شحال زوين، وهاد العجيلات.
شحال زوينين ونقيين. ما نقولش لكم البنات واحد الريحة ديال هاد البهيم وديال التراب وديال، كنعشقها بزاف والله القسم، كترد الروح. بالنسبة لهذه المنطقة اللي هي البلاد ديال الوالد ديالي، فهي منطقة سول وطابو عبان اللي كنجيو لها من فاس تلتيسة، وعاد كنجيو لطابو عبان اللي السوق ديالهم كيكون نهار اتنين. وهنا هذا كيقولوا ليه بيت ديال التبن، هذا صوبو عمي الله يطول في عمره حتى هو والله يعطيه الصحيحة، هو اللي بقى مقابل هنايا البلاد والدار ديال جدي. كما كتشوفوا كيديروا فيه التبن باش ما تطيحش عليه الشتا وما يفزكش. كنتمنى تكون عجباتكم المنطقة ديالنا، وعلاش لا تزوروها في يوم من الأيام. وخاص الواحد يكون دائما فخور بالأصل ديالو ويحاول ولو بالشيء البسيط أنه يعرف بالمنطقة ديالو أو الأصل ديالو. وكنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو وتفرجوا فيه للآخر، وما تنساوش انكم تخليوا ليا لي كومونتير وما تبخلوش عليا باللايكات.